مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة الشمس. ما تنسوش الاشتراك ولايك باش ديما يوصلكم الجديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير بصحة جيدة. اليوم غادي نحضر معكم كيك بارد بالفلون كراميل وفلون ديال الشوكولاتة. بسم الله، عندي نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السكر، خمارة، كاس ديال الدقيق فورس، عندي جوج بيضات، عندي جوج معالق كبار عامرين ديال الكاكاو المر. بسم الله، غادي نخلط البيض مع السكر. كنخلطهم مزيان، كنزيد نص كاس ديال الزيت، وغادي نزيد الحليب، وقريصة ديال الملح. غادي ناخذ كاس ديال الدقيق وغادي نزيد عليه خماره، جوج معالق كبار عامرين ديال الكاكاو، وغادي نغرب لهم بحال هذا الشكل. هذا وغادي نخلط مزيان حتى كيختفى الطحين، ما كيبقاش. الفرارة عندي شاعل، غادي نديرو على 160 درجة، كنشعل الفوق والتحت. عندي صينية مدهونة بالزبدة، غادي نصفي هاد العجين، غادي نصفيه باش لبقاو شي حبيبات كيبقاو لينا في الصفاية. انتما كتشوفو العجينة ديالو كتكون جارية بزاف باش كتجينا رقيقة، ما كتجيش غليظة. غادي ندخلها الفران، عندي نص كاس ديال الماء دافي، كندير فيه معلقه ديال السكر سنيده ومعلقه ديال نسكافي، وكنخلطهم مزيان. الكيك راه جبدته من الفران، خليته برد. غادي نثقبها بحال هذا الشكل، هذا بفرشيطه ولا عود ولا اللي كانت. وكنكب عليها هاد نسكافي اللي درت. غادي نحضر الفلون كراميل. عندي نسيطرو ديال الحليب هنا، معلقه ديال السكر سنيده، معلقه كبيره عامره ديال النشا، شاصي ديال الفلون كراميل راه كدير 4 دراهم، والسائل ديال الكراميل حتى هو كيكون معاها. دانون ديال الكراميل، وغادي نخلط مزيان حتى كيتخلط ليا كلشي، عاد كنشعل عليه العافيه. غادي نبقى نحرك حتى كيوجد لي، حتى كيبدا يغلي كنطفي عليه. دابا هو وجد، نتوما شفتوه بدا كيغلي، صافي كنطفي البوطه. غادي نخليه يبرد غير شويه، ماشي يبرد بزاف، غير شويه، وكنخويه على الكيك ديالنا.
كنكبو بهذه الطريقه هذه، وغادي نخليه يبرد، تبرد الطبقه اللي درت، وغادي ندير طبقه اخرى ديال الشوكولاته. دابا في الشوكولا عندي حتى هو بنص سطور ديال الحليب نفس الطريقه اللي درت في الاول، كندير في هذا كنزيد فيه معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، كندير له حتى هو دانون ديال الكراميل ديال الشوكولات عفوا، وغادي نخلط مزيان، وغادي نزيد عليه الكاكاو، معلقه كبيره ديال الكاكاو. هو غادي نردو عاوتاني يغلي حتى كيبدا كيغلي، كيبدا يطلع لينا بحال اللي كيبغي يختار، كنجيبوه ونفس الطريقه كيبرد لينا حتى كيكون الاخر برد مزيان، وكنزيد عليه الطبقه هذه ديال بلون ديال الشوكولات، وغادي نخليه يبرد لمده ديال ساعتين ديال المدانه. دابا هي بردات، انا جبدتها من الثلاجه، غادي نقطعها مربعات وغادي نزينها من الفوق بطريف ديال الكركاع ولا باللي بغيتو نتوما، انتما كتشوفوا كي كتهز. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم بزاف على المشاهده، والى اللقاء الوصفه اخرى ان شاء الله باذن الله. دمتم في رعايه الله، مع السلامه.